جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا النادي الاهلي بيواصل طريقه نحو لقب الدوري بعد ما حقق فوز مهم جدا على امتي، وبعده فوز مهم جدا على طلائع الجيش، وبكره ان شاء الله عندنا ماتش مهم مع سيراميكا كليوباترا. هنتكلم اكيد عن المشوار المحلي، وبرده لن يخلو كلام برده اكيد من الكلام عن بطوله افريقيا، اكيد لان احنا بنتطلع للقب جديد. اكيد هنتكلم في هذه الامور كلها مع كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي السابق وايضا المحاضر الدولي اللي منورنا في اولى فقراتنا الحواريه. صباح العسل، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير لهوان. بونجور جدا. بونجور جدا. صباح الخير. صباح الهنا. وده اف ان كابتن فتحي نصير طبعا من الفيفا، صح كده؟ صح. الله، شغل عالي يا كابتن فتحي. لا نهاوند لماحه قوي. شغل عالي هو اللي قايل للكابتن والله قبل الهوا. انا ما قلتش. منورنا يا كابتن والله كالعاده. انتوا المنورين. لا حقيقي بنسعد بيك والله. لا انا بسعد بيكم كل يوم، انتوا بتسعدوا بيا يوم واحد النهارده اللي جاي لكم فيه. عايزين نسعد بحضرتك اكتر واكتر، تيجي تنورنا يعني. عندنا كمان ملفات كتير نتكلم مع حضرتك فيها، واكيد هتكون البدايه يعني محليا بعد الماتشين، اخر ماتشين للنادي الاهلي واستعدادنا لمباراه بكره ان شاء الله. شايف عموما مشوار النادي الاهلي في النسخه دي عامل ازاي من اوله؟ النسخه العربيه ولا المحلي الافريقيه ولا المحليه؟ لا المحليه، دوري المحلي. هي طبعا بدات في دراسه بين المدرب وبين اللاعبين والاجهزه والجمهور، وان هو يتاقلم، يبقى عنده ادابتيشن او تكيف لظروف المكان اللي هو فيه. فدي خدت وقت منه في الاول شويه، فانه مش عارف يظبط الامور بالنسبه للعيبه اللي عنده. عنده مجموعه لعيبه متميزه جدا. صحيح. ما كانش يعني التركيبات والتلميحات وربط المجموعات ثم ربط الناحيه الفرديه ثم الناحيه الجماعيه، سواء اثنينات او ثلاثات جروبات يعني، ثم ال 11 مع بعض، دي خدت منه وقت. عشان كده احنا في اخر شهر بدا الشكل اللي هو يتخيله يظهر، واللي احنا ما كناش نعرفه هو عاوز ايه. يعني هو ده كان التخيل او السيناريو اللي حطه في دماغه واللي هو بيشتغل بيه واللي هو بيجهز فيه. عايز يوصل لفرقه النادي الاهلي ان عنده قوام، ما يبقاش 11 لاعب او 12 لاعب اللي بيلعبوا معاه ويعتمد عليهم كلهم، لا عنده على الاقل دلوقتي في 20 لاعب متميز. يعني عايز يوصل بالفريق للوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. اللي احنا شايفينه دلوقتي. حلو. بالعكس، اللي احنا شايفينه لسه برضه ما هياش 100%. هو دي نقدر نقول 80% من اللي في دماغه. اوكي. يعني احنا وضحت الصوره لنا الناس اللي هم يعني في الكرة حاسين، لأن لسه ناقص بعض الديفوهات هو يعرفها يعني، وإحنا عارفينها ما بنقولش، لكن لما هتكمل الصورة أجمل، هتبقى أجمل وأجمل. هل حضرتك بخبرتك السنين دي كلها طبعا، وعدى على حضرتك كلاعب كمان مديرين فنيين كتير جدا، ويعني اكيد كل واحد بيبقى مختلف وغيره، والاداء معاه برضو الفريق بيبقى مختلف، فكره ان انت بتركز مع كولر في ان هو كل مباراه بيبقى حريص جدا يتكلم مع اللعيبه وبيأكد ان دي مباراه مهمه جدا وان دي مباراه مصيريه، وان احنا بنتكلم في 13 مباراه 12 فوز وتعادل واحد، فده بيفكرك بمين من المدربين ايام حضرتك كابتن فتحي؟ وبتشوف ده اثر نجاح ازاي تم تحقيقه؟ طبعا بيفكرني بهيديكوتي. هيديكوتي. طبعا. ده انت اخترت حد من الاسماء العظيمه. هيديكوتي ده كان حكايه يعني. طبعا. كل مباراه عنده قصه، حتى لو هتلاعب مين، اخر الدوري، نص الدوري، لو مباراه حتى وديه، وبيركز، بيقول طالما في 11 لاعب بيلبسوا فانيله النادي الاهلي لابد ندافعوا على الفانيله بقوتهم، وماليش دخل مين اللي قدامي. صح. انا كنادي اهلي، انا العب كنادي اهلي، العب ايه بامكانياتي، العب ايه بقوتي، بمهارات لعبتي في اي مباراه وديه، اي مباراه رسميه. فما كانش بيخلط بين المباراه الوديه والمباراه التجريبيه والمباراه التدريبيه والمباراه الرسميه، سواء دوري سواء كاس سواء كاس افريقيا. كل دي طالما لاعب لبس فانيله النادي الاهلي، هو دلوقتي مش بيمثل نفسه ولا بيمثل الفرقه اللي قدامه او ولا بيمثل البطوله اللي بيلعبها، بيمثل النادي الاهلي. صح. والنادي الاهلي دائما دائما على طول
هو الأبر هاند عند الإيد الأقوى، هو عنده الفريق الأقوى، هو عنده الطموح الأعلى، هو صاحب البطولات والإنجازات طبعا. فما بيقلش عن أي حاجة، عشان كده دايما دايما إن الفرقة في طوارئ على طول، إلى أن تنتهي المباراة حكم يصفر، انتهت المباراة يبدأ في اللحظة دي يفكر في المباراة التالية. التالية دي إيه؟ هل دوري؟ هل الدايرة؟ كاس؟ هل هي كاس إفريقيا؟ هل كاس سوبر؟ فبيفكر في المباراة التانية على طول أيا كانت هذه المباراة، من أجل الاحتفاظ على مستوى اللعيبة في التوب بتاعه وإنه يوصل للمستوى ده. مستر كورة الحقيقة تحس من أول لحظة جه وحط رجله فيها في النادي الأهلي هو مش لسه كان بصدد اكتشاف أبعاد النادي الأهلي بتاريخه بجماهيره، لا هو جاي وعارف كويس قوي هو بصدد إيه. مش كده طبعا طبعا يعني لا هو عارف في مدربين ممكن تحس ان هم بيتحسسوا طريقهم في الاول. لا انا لما قلت هو بيتحسس ازاي يحضر اللعيبه لتحقيق الهدف للنادي يعني ده اللي هيمشي عليه، ايوه لتنفيذ الشغل ده. يعني هو جاي وعارف من هو النادي الاهلي على مستوى القاره، على مستوى العالم، على مستوى كل البطولات، هو عارف، بس هو عاوز يشوف الطريق اللي يوصله للقمه دي، هو اللي بيرسمه من خلال اللعيبه، من خلال الاداره، الاداره الفنيه عنده طبعا. اداره الفريق واداره النادي كلها مجموعه بتتعامل. يعني عندنا اي فرقه هو كمدير فني عنده مجلس اداره وعنده اداره بتنفذ له اللي هي بتساعد وعنده اللعيبه، فهم دولت اللي ازاي يعمل التوليفه الكامله ان يقدر يوصل باللعيبه دي وما يحضرش نفسه يقولي انا كسبت بال 12 خلاص انا هفضل ال 12 دول تلعب بيهم على طول، تقوم لما واحد فيهم يقع ولا يصاب ولا طرد ولا انذار ولا اي حاجه ولا اي ظروف يجيب البديل. البديل مش هيكون جاهز، ممكن يكون جاهز بدنيا لكن مش جاهز فنيا خططيا، مش حافظ. احنا شفنا ده مع حراس المرمى عندنا علي لطفي ومصطفى شوبير، بس في حاجه غريبه، يعني ايه اللي بيحصل؟ حراس المرمى بتوعنا اصابه ورا اصابه ورا اصابه، في ايه يا كابتن؟ انا اقول لحضرتك دي اصابات قدريه، ده قدر وحش قوي يعني. معلش الحمد لله على كل شيء، بس لازم الواحد لازم حزين على اللي بيحصل. لا يعني القدر مش قدر ومكتوب، يعني احنا مش بينا ما نغيروش. يعني مصطفى شوبير بينط طلع الكوره بدماغه، عنده جرأه، عنده شجاعه، عنده اقدام، ان بينط بيلعب، اللياقه بتاعته اللي وصلته ان هو ينط ويرتفع بدماغه عشان يلعب الكره بدماغه، والتاني اللي بيلعب برجله هو طبعا برضه ما يقصدش ان هو فيحصل الالتحام ده. اذا الدافع اللي عنده اللي عند مصطفى شوبير عايز يثبت ذاته، عايز يثبت وجوده، ما خافش بقى وقال لك لا انا ممكن اتعور ولا شفناش مستوى مش قد كده، بالعكس لا لا وعلي لا. لطفي قبليه طبعا وعلي لطفي قبل كده، كل دي اصابات قدريه ما تعرفش انها توقيتها، ما تعرفوش امتى وفين في الجسم، ما تعرفش امتى. يعني احنا عندنا الاصابات دلوقتي مترحله ما بين الوش ثم علي لطفي الفخذ ثم تحت شويه السمانه الشناوي، يعني نازله كده في الجسم، لكن جت. فده برضو اختبار، ربنا يعديها ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى عامله لفرقه النادي الاهلي، لان اللعيبه سهل تجيب لعيب مكان لعيب، لكن حارس المرمى ده طبعا ودور ولازم يكون فاهم ولازم متحضر، متحضر بدنيا من قبل كده ثم متحضر فنيا ثم نفسيا، انك تجهزيه ان هو قادر ان هو يلعب. والحقيقه هنا يعني تجدر الاشاره للدور المهم اللي بيلعبه طبعا الجهاز المسؤول عن حراس المرمى، يعني مدرب حراس المرمى وجهاز المعاون دي الحقيقه عاملين شغل هايل. وبعدين ده له دور كبير، وما ننساش برضو دور دكتور حسن ابو عبله اللي هو رئيس الجهاز الطبي للنادي الاهلي، ما شاء الله من الناس المتميزين على مستوى المنطقة العربية كلها، على مستوى الشرق الأوسط، فاهم وعارف وعامل توليفة بينه وبين كولر، فاهمين بيقول له إيه وبينصحه إزاي وبيتكلم إزاي، وهادي وقليل التصريحات وما بيتكلمش، لكن بيعمل في صمت، وهي دي منظومة النادي الأهلي. صحيح بيعمل في صمت، وكل أسرار اللعيبة جواه ما سمعناش في يوم انه طلع بتصريح وقال انا والله ده حصل كذا واللاعب ده اصل عنده كذا. رغم ده عنده خزينه او شنط اسرار كل لعيبه النادي الاهلي مع الاصابات
الجم الإجهاد كل ده عنده، بعدين هو من عنده بقى بيقدر ينظم. فعشان كده هو وكولر يعني كان لما على تواصل عايز يشوف واحد لازم طبي يكون مطمنه في كم الإصابات القدرية اللي احنا بنحملها ونشوفها. ده كلام محترم جدا. احنا عدينا امبي وعدينا طلائع الجيش الحمد لله، وعندنا السيراميكا برضو، عندنا لسه إصابات وعندنا روتيشن رائع جدا. شايف المشهد في ان شاء الله سيراميكا زي، خصوصا ان ناس تقول لك سيراميكا ماتش يقلق شويه، ما اعرفش ليه يعني، انا سمعتها من اكتر من محلل رياضي قال لك سيراميكا والاهلي لا ماتش مقلق شويه، سيراميكا هتدخل مستقتله، سيراميكا ما عندهاش حاجه تخسرها، سيراميكا عايزه تفوز بكل المحاولات اللي ممكن ان هي تبذلها على الملعب، بتشوف ده ازاي؟ لا هم ممكن بيقولوا كده لان كابتن حلمي طولان مسك الفرقه بعد ما عين الشعباني مسك سيراميكا، فدايما كل مدرب جاي على فرقه بطموح بيبقى عنده طموح وبيحاول اللعيبه برضه يديها طموح تاني ويجدد الدوافع عندهم، فعشان كده المباراه بتبقى قويه. حلمي كابتن حلمي طولان من المدربين المتميزين، طبعا خبرات طبعا عاليه جدا اكيد، وفاهم وله تجارب كتيره مع فرق كتيره، عارف ان ازاي كوتش يقود مباراه. فدي الناس بتقول كده لان حلمي طولان ما هواش مدرب صغير، ما هواش مدرب جديد، لكن عنده القدرة ازاي يلملم لعبته بعد معين الشعباني اللي كان أدى دوره وراح الترجي دلوقتي. فأكيد هذه المباراة مش سهلة، واللي قبلها ما كانتش سهلة، واللي قبلها ما فيش مباراة في كرة القدم على أي مستوى سهلة. انتوا لسه كنت بتقولوا دلوقتي في التقديم ازاي بطولة ألمانيا ضاعت من مباراة ومع فريق يعني بالنسبة له خلاص ده أنا وصلت القمة، يعني أكن دي مباراة كاس ليا بلعب مباراة واحدة أخد الدوري. غريبة قوي إن هما كانوا فايزين، ما كان يجي ماينز يعمل للتعادل هدفي التعادل يعني القصة لا القصة إن هو يعني طموحه أنا دي مباراة هتكسبني، ده عادة الكاس هي بتبقى مباراة واحدة هو مين اللي يفوز، دي الدوري بقى كمان اتحطت في مباراة واحدة، اللي يفوز هياخد الدوري يعني مش المقابل، لا أيوة. انت قادر انك انت تفوز وما قدرش. فدي ظروف المباريات، بيبقى لاي مباراه في كره القدم على مستوى العالم لازم لها اهميتها ولازم خطورتها ولازم اعمل لها حسابها، لان 11 بيلعبوا 11 وبيخش بقى ظروف كتير بقى في التغيير. ده الحقيقه والتفصيله دي كمان بانت في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي، فكره ان الجديه والتعامل مع اي ماتش هم هيلعبوه على انه ماتش مهم ايا كان اسم المنافس ايا كان حجم ثقل المنافس، فالحاجات دي بتؤدي في النهايه للانتصارات اللي احنا بنستعرضها دايما في لقاءاتنا دي. ما مش انتصارات بس، انتصارات وشكل الاداء في الملعب. استحواذ الفرقه مش الاستحواذ السلبي، طريقه الاداء في الملعب اللي انت تستمتع بيها. يعني هو بيقول للعيبه استمتعوا بالمباراه، افرحوا انك بتلعب مباراه، استمتع اتبسط زي الفنان بيقعد يتندن كده على العود بتاعه ولا على كمان، هم بيقول لهم استمتعوا انتوا في الملعب. ليه الجمهور بيحب قوي الهدف لما يكون جه بعد مثلا 35 36 تمريره؟ يعني بقى دلوقتي كل ما الفريق يبقى فيه تمريرات اكتر وتحس ان دي اماره للهيمنه يعني. طبعا يعني انت في اخر المباراه مش المباراه دي اللي قبلها ان تعمل 97 تمريره. 97 تمريره دي 97 لمسه. وزعهم على العشر لعيبة على الأقل هتكون مرت على كل لاعب فيهم 7-8 مرات. الكرة بتجيلي وبلعبها وبلعبها مرة، هلعبها مرة هنا هلعبها مرة هنا، غير اتجاه هلعبها بس ما انت احنا هنقول ال 97 تمريرة دولت مش اتنين مع بعض عمالين بصوها طبعا. ده هي بتمر على اللعيبة بما فيهم حارس المرمى، فطبعا انها تمشي على ال 11 لاعب في كل مرة هتخش لها على الأقل مش أقل من 8 إلى 9 لمسات كل لاعب بيلعبها. وحتى الان برضو الخصم ما يقدرش يفقدها، وكان بيلعب مع فرقه والفرقه 11 برضو قده، فاذا دي بيبقى ده الاستمتاع اللي هو بيقول عليه. فالاستمتاع عشان يمتع نفسه ويمتع الجمهور اللي بيشوفه، يستحوذ بقى الاستحواذ وبس. اهم حاجه ان انا استحوذ من اجل احراز الاهداف، مش ان انا استحوذ مش لقيت عشان الوقت يعني. لان برضو الاستحواذ له ضرره، مش معنى فريق بيستحوذ يعني بيكسب، لا مش شرط. ده مش شرط، بس ده الاستحواذ الايجابي اللي هو يوصلني ويديني الثقه ان انا واصل للمرمى
وان انا كسبان مش النتيجه 0-0 عمال معنا. ودي بتحسس اللاعب كمان ان طول ما انا معايا الكوره مفيش خوف ان يخش عليا جول، لان الجول بيجي منين؟ من الكوره. والمباراه بتتلعب بايه؟ بكوره واحده، الكوره معايا، هم مش هيعملوا حاجه. فاذا انا دلوقتي بلعب بكوره واحده والكوره معايا والاستحواذ عندي، فدي قدرتي على ان انا استحوذ هذه الكوره الى ان اصل لمرمى الخصم وان انا اقدر اسجل. كلام جميل. تعال نروح لبعض الأسئلة. أنا عندي سؤال وعايزة حضرتك تقارن لنا برضو بزي ما حضرتك كلاعب، منافسة الدوري أو التنافسية الموجودة في الدوري هذا الموسم مقارنة بالموسم اللي فات، وكمان مقارنة بأفضل موسم حضرتك كنت بتلعب مثلا فيه، تفكرنا بيه أنهي واحد؟ كان الترتيب بتاع الدوري وقتها كمان ازاي؟ خصوصا ان انا بتكلم ده ليه؟ عشان الدوري السنه دي مختلف، يعني تذبذب في الترتيب بشكل كبير جدا. احنا الاهلي في حته لوحدنا مالناش دعوه، انا بتكلم في الثاني والثالث والرابع تحديدا التوب فور. مستويات بتقل، مستويات بتزيد، بطل الدوري السنه اللي فاتت مستوى متراجع جدا، في حاجات مختلفه بشكل كبير. شوف انا اقول لحضرتك حاجه، بص انا هقول الفرقه دي او عاده مستويات الفرق، مستويات الدوريات بتعتمد على الفرق والانديه. احنا عندنا الانديه دي كره القدم دلوقتي عندنا ما بعتبرش ان انا المستوى عالي قوي حاليا في الاجيال دي، يعني في الاجيال دي مفيش مستوى مش عالي. ليه؟ لان المستوى ما هو الثابت. يعني النادي الاهلي يمكن لحد ما هو بقى الفريق دلوقتي اللي لاعبينه في مستوى بقى ثابت دلوقتي بقى خلاص، عشان كده احنا قلنا في جمال في الاداء. ليه؟ لان مستوى اللاعب بقى ثابت، فبيلعب وهو عارف. يعني مثلا بيغير اثنين لعيبه كولر دلوقتي ويجيبهم بعد يومين تبص تلاقيه نفس المستوى اللي كان قبل كده من اسبوع، هو ما بيتغيرش. اما بقيه الفرق كلها متغيره وكل مستويات الفرق متغيره، ثم ترتيب الجدول، مسابقه الدوري، المباريات ما هي الثابته فيها مؤجلات كتير، دي بتضيع. وطبعا مش مضطر ان او نقول المؤجلات اسبابها ايه او مين السبب او الاتحاد يعني السبب، اتكلمنا فيها مش موضوعنا. لكن هي اللي بتغير شكل الدوري بالظبط، فبتغير شكل الاداء. المؤجلات الكتيره دي، يعني مثلا احنا هنلعب ماتش سيراميكا او لعبنا الماتشات اللي فاتت دي كلها، هو ده مش ترتيب الدوري بتاعنا. ده ترتيب الدوري كانت ماتشات قبل كده في اوقات قبل كده، وبعدين هتفرق معايا. يمكن انا مثلا لما بلاعب فريق زي طلائع الجيش مش بعديها بلاعب سيراميكا في ترتيب الجدول العام، فترتيب المباريات على مستوى الخصوم بيختلف. فدي انا بيفقدني انا كنادي اهلي ان انا نازل بالريتم بتاعي، عارف هلاعب ده فين ولاعب التاني ايه ولاعب التالت ايه ولاعب الرابع ايه. انت مره بتقول لي زي ما كنتي راح تزوري اصدقائك في عماره، والعماره دي في 10 ادوار، فبتزوري واحد في الدور التاسع، بعدين تنزلي تاني للدور الثامن، بعدين تنزلي تاني للدور الثالث، وبعدين تنزلي تطلعي فوق تاني للدور ال 11. بالترتيب بقى، ما هو مش هتاخد والترتيب مين؟ لو دي بعد دي بعد دي بعد دي الدنيا بتبقى، فالدنيا بتبقى متلخبطه هي. فانت بتلعب المباراه كمباراه طبعا. الحقيقه المؤجلات بتعكنن، والتلاحمات كمان اللي ورا بعض بتعكنن. طبعا طبعا، يعني كل دي مشكله الدوري المصري. بالمناسبه حضرتك شايف، على ذكر الدوري المصري، شايف اداء النادي الاهلي محليا بيختلف لما بنكون بنلاعب فريق منافس في البطوله الافريقيه، ولا الاداء واحد والثقه واحده والثقه الواحد في الحالتين؟ في الاول، في اول الموسم كان في اختلافات لان الطموحات مختلفه، طموحات افريقيا ونظام افريقيا واللعب مع افريقيا غير المحل. دلوقتي لما الفرقه اتلمت والفرقه اتجمعت وبقت جاهزه، بقى عنده 18 19 لاعب هم دولت التوب فورم لهم كلهم، فاصبح الاداء طبيعي، طبيعي في المحلي، طبيعي في افريقيا. الاهداف مختلفه والاداء مختلف والخصوم مختلفه وطرق اللعبه مختلفه والاجواء مختلفه، كل ده. لكن انا عندي اللعيبه الثوابت الموجوده اللي عندي هي اللي بتديني الثقه. ودايما يقولوا المكسب يجيب مكسب، يعني الفرقه اللي بتكسب تجيب مكسب، الفلوس بتجيب فلوس، اللي معاه فلوس بتجيب فلوس، والفقر يجيب فقر. هو احنا معاك في الثالثه؟ لا 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 بلاش، دي اللي الزمن اثبتها الحقيقه. فاذا
طول ما النادي الاهلي ثابت وبيكسب فهو المكسب دائما يجيب صحيح. المكسب ويجيب كده صح، والنكد يجيب نكد وكل حاجه كل حاجه يعني. فانا يعني الاداء بتاع اللعيبه في سواء افريقيا وكده خلاص، وتبقى اللاعب نضج واستوى واللاعب بدا يستوعب ايه هو النادي الاهلي بالنسبه لبعض اللعيبه اللي هم جايين جداد زي مروان مثلا في وسط الملعب، عارف يعني ايه النادي الاهلي، عارف يعني ايه قيمه النادي. النقطه دي مهمه جدا كابتن فتحي، لان ده مش كلامي انا، ده كلام الجماهير على التعليقات بعد كل مباراه وعلى فكره اتقالت برضو في صحف ومواقع كتيره. النادي الاهلي اللعيبه نضجت مش بس فنيا، نضجت في العموم، يعني تحس اللاعب بقى عنده عقليه المحترف على يد كولر، والكلام دي شهاده لازم ان هي تقال بصراحه. هو ده اللي احنا بقوله، النضج الكروي ده يبقى النضج من الناحيه البدنيه يعني استوى يعني جهز، النضج من الناحيه الفنيه من الناحيه الخططيه استوعب ايه هو، استوعبوا بقى دلوقتي النادي الاهلي والدور ايه، فعايشين هم دلوقتي في حاله يعني عارف اللي في حاله عشق وحاله حب كده للمكسب. والمكسب بتاع مين؟ بتاع النادي الاهلي. فهم عايشين يعني ما بيخرجوش دلوقتي من مباراه الا على مباراه يقولوا يا لسه هنشحن تاني ولسه المدرب هيقول لهم لازم يبقى المباراه قوي. هم تعودوا خلاص عارفين ان المباراه دي هي دي مفتاح الدوري اللي احنا عاوزين نوصل له واللي احنا عاوزين نعمله، وعارفين ان نحافظ على نفسنا لان احنا عندنا بعد اسبوع مباراه اهميه جدا اللي هي مباراه الوداد. طبعا الفكر ده والعقليه الذهنيه للاعيبه النادي الاهلي تشبعوا من كولر اللي هو قدر يوصل لهم هذا الفكر، وهم كل ده بيترجموا ايه؟ لولا ان في مجلس اداره عنده ثقه في الله وفي نفسه طبعا برئيسه يعني طبعا. كابتن محمود الخطيب ما هواش لاعب كوره، لكن هو كمان نضج اداريا، نضج حلوه دي في فكريه، فالنضوج ده في القياده غير ما كان زمان نضج كلاعب، هو نضج دلوقتي في القياده، فعارف ازاي يتعامل مع الفرق دي. كل الاهلاويه حاليا بيجنوا ثمار نضجه ده. وبعدين انت مش في الكوره بس، ده انت عندك في السله، عندك في الطايره، عندك في الهندبول، عندك في موسم اكثر من رائع على كل الاصعده. فاذا في كل الحاجات دي ما هي مش عايزه العمليه تمشي كده، لا هو هو بتاع كوره لكن في الاصل هو ابن النادي الاهلي، فابن النادي الاهلي جزء من الاهلي. كلام محترم، والوقت للاسف بيجري معاك كابتن فتحي للاسف الشديد، بس نورتنا كالعاده ويعني سعدنا بيك حقيقي والله كابتن فتحي، وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني، بس نبارك بقى ان شاء الله بعد ماتش الاهلي والوداد. احنا كنا عايزين نتكلم بس ما فيش، يا رب ان شاء الله، بس شاء الله. متوقع سريعا كده باذن الله. لا ان شاء الله خير، ولو تتذكري كان في عشوه لكم عشان لما كنا في ماتش الرجاء وقلت لي هكلمك انا وكريم وحجزت لكم العشاء وبتاع. طب العشاء لسه قائم، احنا ممكن نيجي اي وقت اكيد الاسبوع ده. كابتن فتحي ساكن جنبنا هنا، انا عارفه فين، فمش طيب عندنا مش بعيد، ملحوقه ان شاء الله. لا ملحوقه في النادي الاهلي ان شاء الله. ماتش الوداد هو خد درس من البطوله السابقه، وخد درس، وكنا شتتنا في البطوله السابقه، نلعب على ملعبنا، نلعب بره ملعبنا، الملعب فين. دلوقتي الامور واضحه، مباراه في استاد القاهره ومباراه في مركب محمد الخامس في المغرب، معروف ان في مباراتين. فاذا بالتالي احنا عندنا القدره وعندنا الثقه في الله وفي لعبتنا، ان اي 11 هيبداوا المباراه قادرين انهم يكون لهم دور في المباراه الاولى في استاد القاهره اللي هيمتلئ ان شاء الله باذن الله لدعم اللعيبه. انا رايح الماتش ده اكيد. هتروح كابتن فتحي؟ والله تعالوا نروح. لو كريم مش عارف بتسقطني من حساباتك. لا انا بتسقطني من حساباتك. لا والله الماتش ده تعالى نروح. ان شاء الله. فاكرك ان شاء الله باذن الله نسعد كلنا مع نهايه الماتش، ونسعد والعشاء قائم باذن الله ان شاء الله. دايما عامر يا كابتن فتحي، ميرسي على وجودك معانا ونورتنا، ويخلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.